يقعونا في ظهر بعض، واللي هيجي علينا هنقطع له وش، ولا هنرفع سلاح على حد ولا هنشتغل في المخدرات. عشان كده لما اقول نبطل هنبطل. عاطف، مين العيال دي بقى؟ ولاد رزق يا باشا، دول عين عيان المنطقه يعني. اي داكه واي حد يتمنى يبقى منها. دماغه توز يروح نواحيها هقطع وشه. بص يا باشا، ولاد رزق دول ما يستغنوش عني، هعمل لهم شاي، الف لهم سجارتين، لو مؤاخذه هجيب لهم مره. النسوان دي كانت بتعمل ايه هنا؟ الصراحه ولاد رزق كانوا خاربين الدنيا كلها ومليتنا. كل واحد بقى يعين خمسينيه على جنب. يا عم انا مش هشيل ولا احوش حاجه، انا عايز اتبسط واضيع. خلي التجنيم والتحويش ده رضا في الضربه الكبيره. وفي ضرب اكبر من البنك؟ اكيد في. المهم انت بس اتمخمخ لها. ادي رجب، اجهز. مش هتلعب معايا بقى رضا؟ على فكره الهاري ده هو اللي بيطلع من ورا مصالح. هو باين عليه بيحبك، والعيال اللي شغاله معايا ماسكه قرش حلو. احنا خفافي، بنضرب ونطير. على حرام من دي ما حد حمسه غير. بس اما تبقى الراجل اللي على كيف. تحس تبطل عشان حنونه. انا بقى ما عنديش حنونه. اللي عايز يكمل يكمل، واللي عايز يبطل براحته. انت وراجب والواد زينهم هتطلعوا بكره تستلموا البضاعه من المعلم ده فراغ. عمليه بسيطه ما فيهاش حاجه. وبامر الله ثقتك في محلها كبير. عمرنا ما اشتغلنا كده. احنا مش هنغلب يا كبير. اسمع